في ناس كتير في القرى والنجوع والأماكن النائية بيكونوا محتاجين مساعدات كتير جدا، محتاجين حد يراعيهم صحيا بشكل كبير. والحقيقة إن مؤسسة مصر بلا مرض بتعمل ده من خلال القوافل الطبية، لكن مش كل الناس فاهمين معنى عيادة متنقلة أو هي بتعمل إيه أو ممكن يوصلوا لها إزاي أو إيه الهدف منها. ده هنعرفه دلوقتي من ضيفتنا اللي منوراني جدا وجودها معايا النهارده، دكتور مارينا نبيل، مسؤوله القوافل الطبيه لمؤسسه مصر بلا مرض. منوراني يا دكتور. ميرسي، بنورك. الحقيقه ان مؤسسه مصر بلا مرض ليها دور كبير جدا و ليها صوت قوي في موضوع القوافل الطبيه والعيادات المتنقله. عايز اعرف تفاصيل اكتر عن الخدمات المقدمه من المؤسسه في الجزئيه دي. تمام. احنا اول ما بدانا من زمان بفكرة القوافل الطبية، كنا بنطلع بمجموعة أطباء متطوعين من وزارة الصحة، بنروح أكتر ما أماكن بنشوفها في مصر زي مثلا العشوائيات، القرى البعيدة في الصعيد، الأماكن دي بتبقى محتاجة خدمة طبية أكتر، بالذات القرى البعيدة. كنا بنقدم لهم الخدمة الطبية بمجهودات ذاتية أكتر، يعني من غير كنا ما بنقدرش ناخد أجهزة كتير، كان يدوبك معانا مثلا الأدوية بتاعتنا، الأجهزة طبعا بيبقى صعب جدا نقلها والحاجات زي دي. فمن هنا بدأت تجيلنا فكرة العيادات المتنقلة، ان احنا عاوزين نعلي الكواليتي اكتر اللي بنقدمها للمريض، لان المريض ده هو كفايه ان هو موجود في منطقه نائيه، بيبقى من الصعب جدا يروح مثلا مستشفى قريبه. صحيح. او وحده صحيه قريبه. كان كمان ده موجود اكتر قبل حياه كريمه ما تعمل التطور العظيم اللي عملوه في الجمهوريه كلها. فجت لنا فكره بقى ان احنا نعمل حاجات متطوره نديهم كواليتي عاليه، نعمل عربيه عيادات متنقله فيها عياده رمد مجهزه من احدث الاجهزه الرمد، كل اجهزه الرمد اللي حضرتك ممكن تتخيليها اللي موجوده في مثلا اقوى مراكز العيون. المريض بيدخل فيها بيكشف على دكتور رمد، بيبقوا استشاريين كلهم متطوعين طبعا. وعندنا كمان عياده البطنه دي مجهزه باجهزه سونار ورسم قلب، برضه في العياده كلها مجهزه باحدث الاجهزه. وكمان معانا عياده جوه نفس العياده، جوه نفس العربيه. آه. ما هي دي بقى، لا العربيه دي كانت متجهزه من دكاتره اجانب ومهندسين اجهزه طبيه من انجلترا. فهي دي بقى عملوا لنا تقنيات قويه جدا ان هي تكون مجهزه باحدث اجهزه، وفي نفس الوقت مع تنقل العربيه والحركه تستحمل التنقلات الكتير والحركه وكده. وحجم العربيه كافي انه يشيل اكتر من تخصص؟ ما هي دي انا ما كنتش مصدقها في الاول، اول ما كلمونا بالزبط. في الموضوع اللي هو ازاي يا جماعه هنعمل عيادات مجهزه بهذا الشكل واكبر ثلاث تخصصات جوه عربيه واحده. ولكن هم الصراحه يعني كانوا ابطال ورائعين جدا ان هم يعملوا لنا حاجات مجهزه بهذه القوه وكمان مكيفه. يعني احنا عياده الرمد مكيفه، والعياده من الناحيه الثانيه هي عباره عن العربيه متقسمه ثلاث قطاعات. عياده الرمد اول حاجه، في النص البطنه، ومن الناحيه الثانيه بقى عياده الاسنان. طب ده بيتطلب انه لكل تخصص لازم يكون في مجموعه من الاطباء جوه كل تخصص، ايه عدد الاطباء اللي بيكون موجود او قد ايه العربيه بتكفي انه يغطي التخصصات دي كلها بعدد اطباء استشاريين في الموضوع ده؟ احنا نشكر ربنا ان احنا بنعمل بيسايد بقى العربيه مثلا بتروح مكان بتقف فيه، احنا طبعا بنطلب منهم يجهزوا لنا مكان، واحنا كمان عندنا الخيام بتاعتنا بنجهز خيام مكيفه للدكاتره. التخصصات او الدكتور اللي بيحتاج يشتغل بالاجهزه بتاعته بيدخل جوه العربيه، هي طبعا عشان المكان صغير بيكفي الدكتور بالاجهزه بالمريض بتاعه. أيوة ده بالسرير بتاعه كده. الباقي بقى بنعمل ايه؟ بنعمل بقيه الكشوفات وبقيه التخصصات اللي مش محتاجه الاجهزه بنعملها في مجموعه الخيام الخارجيه. لو المكان اللي احنا رايحينه ده مثلا مجهز بمبنى زي مركز شباب او مدرسه، ساعات احيانا بنعمل تعاقدات الوزارات بتوفر لنا ده بشكل حلو قوي، وزاره التضامن وزاره الصحه بيوفروا لنا اتفاقيات بشكل قوي قوي مع الاماكن دي، ان احنا مثلا ممكن ناخد منكم مبنى دور او دورين ناخد فيه عيادات مجهزه، او احنا بنجهزها بقى من الناحيه الطبيه، احنا مجرد هناخد الاوض دي يبقى فيها التخصصات اللي مش محتاجه الاجهزه دي، بس الفتره اللي موجوده فيها القافله وقت القافله بس طبعا، او اللي هو بيبقى يوم او يومين حسب بعد المسافه اللي بنروحها. او لو مثلا انا رحت مكان نائي وما فيهوش مكان مجهز، احنا عندنا الحاجات التعويضيه ان احنا عندنا خيام مكيفه بيقعد فيها الدكتور بترابيزه بالسرير بتاعه، لو قدرنا نجيب له اجهزه بورتابل يكشف بيها اوكي، لان احنا كان عندنا هدف اساسي وقوي جدا جدا، احنا مش بس عاوزين نخدم كم يعني كوانتيتي، احنا عاوزين كمان ندي كواليتي للعيان يحس ان هو داخل زي مستشفى صغيره بيكشف فيها. ده هي. طب في تقرير اتعمل عن القوافل، هنخرج نشوفه مع حضرتك ومع كل مشاهدينا ونرجع نكمل كلامنا عن القوافل الطبيه والخدمه المقدمه من مصر بلا مرض بعد
any kind of extractions, oral hygiene advice, fillings, and cleaning of the teeth. So I'm very happy to be here today. مساعدة الآخر وقت احتياجه ده إحساس لا يوصف. والحقيقة إنه بنرفع القبعة فعلا لمؤسسة مصر بلا مرض، لأنه الناس اللي شفناهم دلوقتي على الشاشة دول في أمس الحاجة إنه حد يروح لغاية عندهم، لأن هم لا قادرين يروحوا يكشفوا بفلوس ولا قادرين يقعدوا في عيادة ما بتكونش معقمة أو يكون فيها مشاكل، أو مش عارفين أصلا يروحوا المكان اللي المفروض إنهم يتعالجوا فيه. فالحقيقة أنا بشكركم على المجهود اللي احنا شفناه دلوقتي. دي قافلة حضرتك قلت لي إنها موجودة في منطقة أرض اللواء. أتكلم أكتر عن الأطباء الأجانب اللي كانوا موجودين معاكم في القافلة دول، إزاي تم التعاون ما بينكم وما بين بعض، إزاي جم دول، متخصصين في إيه، كلمينا أكتر. ده كان تيم الأسنان، دي مؤسسة في إنجلترا بره برضو من دكاترة متطوعين، كان أساسهم دكتور مصري اللي هو أول دكتور اتكلم، دكتور رفيق، ده حد رائع ممتاز جدا، هو اللي كان الكونكشن بيننا وبينهم. هم عاملين هناك أورجانيزيشن حلوة قوي اسمها موبايل سمايل كلينيك. هما كان هدفهم ان هما كل ما ينزلوا اجازه من مصر، مجموعه الشباب اللي هما متخصصين، هما كان معظمهم دكاتره اسنان، ينزلوا يشتركوا في اي قوافل بتروح القرى، العشوائيات، الاماكن دي. فطبعا احنا كنا احسن وسيله ليهم ان هما يحققوا الهدف بتاعهم ده. هما اشتركوا معانا في قافله كبيره لمده 4 ايام، قعدنا يومين في منطقه ارض اللواء، دي كانت طبعا من مناطق العشوائيات اللي محتاجه، وكمان خدنا القرى في قرى بعيده في تبع اسكندريه، على طريق اسكندريه الصحراوي اللي هي قريه ابو اسماعيل. دي برده هما اتبسطوا جدا جدا جدا، ان هما يعني حسوا قد ايه بفرحه قويه ان هما لما بيقدموا خدمه متميزه، وخدمه الاسنان طبعا في العربيه متميزه قوي، لان عياده الاسنان خصوصا مجهزه جدا جدا، فيها جهاز التعقيم، يعني هم لما حتى الادوات بيعقموها في نفس الوقت كاننا داخلين سنتر اسنان متكامل من كل حاجه. وبيبقى كمان بسايد سنتر الاسنان ده عندنا خيمه متخصصه خارجيه لشغل الاسنان برضو، يعني اسنان عندنا متميزين جدا، هم ساعدونا بحاجات كتير قوي وكانوا مبسوطين، واحنا يعني على طول في تعاقدات معاهم ان كل ما ينزلوا مصر كل شهر او شهرين تقريبا بيجي لنا جروب ينزل معانا القوافل بتاعتنا. الحقيقه من بدايه التعرف على مؤسسه مصر بلا مرض ومتميزين في كل التخصصات اللي بتدخلوا فيها الحقيقه، لكن انتوا ازاي بتختاروا الاماكن دي؟ يعني بتروحوا الاماكن او بتختاروا المناطق الجغرافيه على اي اساس؟ على اساس اتفاقيه مثلا مع وزاره الصحه، بنبقى احنا عاوزين نكمل معاهم، بنقول لهم مثلا ايه المناطق اللي انتم مش قادرين توصلوا لها، ما فيهاش مثلا وحدات صحيه بشكل كافي، او لسه ناويين تنشئوا فيها وحدات صحيه، عارفين المناطق دي ريموتلي او بعيده شويه عن اماكن الخدمات الطبيه. يعني تعاون مستمر ما بينكم وما بين الوزاره. طبعا، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وفي كمان تعاون مع وزاره الشباب ان هم بيهيئوا لنا الفرص، يقولوا لنا احنا مثلا محتاجين هنا، واحنا كمان بتعاوننا المجتمعي بقى مع جوامع ومع كنايس تعاون مجتمعي مع كل افراد المجتمع، بنشوف ايه اكتر مثلا مكان محتاج في مثلا نسبه فقر اعلى شويه، في بعاد شويه عن الخدمات الصحيه، بنحس ان ده التارجت بتاعنا ان احنا نروح لهم اكتر. حلو قوي. شفنا في التقرير انه مش بس الموضوع بيقف عند الكشف وقت القافله الطبيه، لكن صح. اللي بتكتشفوا فيه انه محتاج عمليه او محتاج متابعه لما بعد القافله، بتعملوا ده، بتعملوا ده ازاي؟ دي بقى يعني بصراحه انا يعني اشتركت قبل كده مع مؤسسات كتير خيريه، بس اكتر حاجه قويه جدا جدا في مؤسسه مصر بلا مرض هي خدمه ما بعد الخدمه الطبيه او ما بعد القوافل. عندنا نظام وتيم تحويلات قوي جدا وكبير جدا، عاملين تعاقدات مع مستشفيات قويه جدا، منها حاجات تبع الجيش ومنها الحكومي ومنها كمان الخاص. اهم حاجه هدف ان احنا نتاكد ان المستشفى دي هتقدم كواليتي عاليه للعيان. احنا معانا في القوافل كمان، نسيت اقول لحضرتك، معانا معمل بنعمل بعض التحاليل اللي الدكاتره بيحتاجوها، بس في تحاليل ثانيه بتبقى بشكل متوسع وشكل طبعا. اكبر ومحتاجه اجهزه طبعا. اكتر، الدكتور بيكتب الريفيرال بتاعه والتحويل بتاعه في التذكره، واحنا بناخدها بنتواصل مع العيان يروح يعمل تحاليل. انتوا كل ده بتعملوه بالمجان؟
طبعا لا بالمجان تماما، مفيش اي حاجه بناخدها من المريض تماما. العمليات مثلا دكاتره الرمد، دكاتره الباطنه، الانف والاذن، كل التخصصات الدكاتره كلهم عارفين في بروتوكول عندنا كده سيستم، ان التذكره اللي حضرتك بتكتب فيها العلاج لو المريض ده محتاج اي اشعه زياده او محتاج اي عمليات، على طول بنكتب بيانات المريض بالتفصيل وبنكتب التشخيص ونوع العمليه اللي عاوز يعملها، بيبعتها لنا للمؤسسه، واحنا عندنا تيم قوي جدا من التحويلات بيبتدي بقى يوزعها على المستشفى. وده مش بس كمان في القاهرة والجيزة، لا ده على مستوى الجمهورية. احنا عندنا كمان مركز تبع المؤسسة، مركز غسيل كلى في الصعيد في نجع حمادي. ومتعاقدين مع مستشفيات على مستوى الجمهورية كلها من الصعيد لحد بحري. طب بما انه حلقة النهاردة عن العيون، كلميني اكتر عن عيادة الرمد جوه القافلة، بتعملوا فيها ايه؟ ولما لقيتوا مرضى ما كانواش يعرفوا ان عندهم الامراض دي في العين، تم التعامل ازاي معاهم؟ فنتكلم على جزئية الرمد بشكل خاص. الرمد متميز جدا ان العياده عندنا مجهزه باجهزه حديثه جدا، فيها الكشف بكل ما تحمله من معنى كلمه الكشف، بكل انواع الاجهزه، بقياس النظر، بكل حاجه بنعملها. وكمان احنا بنوزع نظارات مجاني للمرضى اللي محتاجين ده، يعني هم مش بس بيكشفوا ويقولوا لا روح هات نظاره، لا احنا كمان بنوزع نظارات مجاني. اطفال وكبار. اطفال وكبار. ومعانا استاف استشاريين قويين جدا في موضوع الرمد. اي حاله بيحس ان هي محتاجه بقى عمليه بشكل اوسع، بنشوف انت من محافظه ايه، من منطقه ايه، وبنبدا نرسل او نعمل بقى ريفيرال للمستشفيات الرمد او العيون اللي احنا متعاقدين معاها. بيبتدي العيان يروح للمستشفيات دي بتعاقد، بنتفق له على الميعاد والحجز وكل حاجه، بيبتدي يروح وياخد البروسيس بتاعته بقى العمليه، او بيبتدي يكمل كل الخدمه الطبيه بتاعته متكامله. ازاي بتختاروا المرضى نفسهم؟ يعني اي حد، اي عدد بيدخل العربيه انتوا بتعالجوه، ولا في برضه عدد معين مستهدف المفروض انه القافله عايزه تخرج بيه في الجزئيه دي او في المنطقه دي؟ احنا طبعا في الخدمه دي بنقدمها لكل الناس، لكل المصريين او اي حد قاعد، حتى لو يعني مش شرط حتى مصريين وقاعدين ومحتاجين خدمه طبيه، ما بنقدرش نقول لا لحد خالص. ولكن بالطبيعي ان احنا بيبقى عندنا كاباستي وقت وكاباستي امكانيات، بس احنا بقدر الامكان بنحاول نعمل كل مجهوداتنا ان احنا ناخد معظم العدد اللي موجود. فبنتفق مع المكان اللي احنا بنروحه ده ان احنا عاوزين حضرتك تعمل لنا كشف مسبق للحالات، بحيث لحد ما نحط اسمت كده للعدد. نشوف مثلا هناخد من حدود من 75 ل 100 حاله. القوافل بقى اللي بتقعد اكتر من يوم، يوم او اثنين وثلاثه، ممكن نوصل فيها ل 200 و300 حاله، ده في الرمض بس. على اساس ايه القافله؟ كل ما يقدم لينا. وبنبقى بس التحويلات بقى، لما انا في مريض بيجي لي محتاج عمليه او كده، بنعمل له بحث اجتماعي. هل فعلا ده محتاج، يعني اجتماعيا فعلا محتاج ده ولا لا، عشان برضه ما يبقاش فيه استهلاك للموارد وهو مش محتاج ده. فبنعمل له بحث اجتماعي مفصل بالتعاون برضه مع الشؤون الاجتماعيه، بيقول لنا لا ده فعلا محتاج العمليه دي، فبتتعمل له العمليه على طول. طب ازاي بتعلنوا انه في قافله طبيه جايه في المنطقه دي؟ لانه افرض انا ست بسيطه وقاعده في البيت، ما عنديش علاقات اجتماعيه، حد يقول لي انه في عياده متنقله موجوده في المكان الفلاني، بتعملوا ايه عشان الناس تعرف؟ دي بقى ميزه التعاونات الكتير والمشاركات الكتير مع كل المؤسسات الخيريه والدينية في المنطقة اللي احنا رايحينها. يعني مثلا يوم ما روحنا منطقة أرض اللوى دي، كان طبعا وزارة الصحة كانت معانا، أعلنوا في كل الوحدات الصحية اللي حوالين المنطقة بتاعة المنطقة إن في قافلة كبيرة جاية. في ناس مشيوا بعربيات بمايك، قعدوا يندهوا في المنطقة دي كلها لمدة من يومين قبلها ونفس يوم القافلة. في كل الجوامع كان مع مثلا صلاة الجمعة مع كل أذان الشيخ بينبه إن في قافلة في اليوم الفلاني فيها تخصصات كذا، وفي الكنيسة برضو كذلك. بنحاول نعمل تنبيهات في كل المكان اللي أي مواطن يروح فيه. ده مهم جدا. بالإضافة طبعا كمان للأناونس بقى، إعلانات بتتعلق في الأماكن دي كلها، فده بيتم لنا عن طريق إن بيبقى دايما عندنا ناس بنتعامل معاهم، يعني عاوز اقول اشتراكات مع كل الفئات دي، ان هم يعملوا لنا اعلان اكتر عن القافله. الوقت المحدد لكل قافله بتختاروه على اساس ايه؟ على اساس المنطقه هي بعيده قد ايه من القاهره، وعلى اساس احتياج المنطقه. يعني مثلا المنطقه ارض اللوى دي منطقه عشوائيه، خدنا يومين قلنا احنا محتاجين كتير. في عندنا اماكن تانية، مثلا رحنا الشرقيه تل بسطه، دي عملناها بالاشتراك مع وزاره الاثار، عملناها جوه المتحف، متحف تل بسطه نفسه. فكان طبعا هم ظبطوا لنا الدنيا جدا، وكان في مساحه كبيره في المتحف. دي مدتها كانت قد ايه؟ دي كانت يوم. لان لما قالوا لنا بالاعداد مفيش مثلا اعداد كتيره قوي ممكن تيجي، فخدنا اليوم بس. اليوم ده خدنا فيه 600 وحاجه حاله في يوم واحد بس، كتير طبعا. فطبعا ده كان يعني كتير قوي بالنسبه لاي حد تاني. طبعا. عملنا مثلا قريب كانت اخر قافله لينا لسه من اسبوعين في اسيوط، اسيوط دي قعدنا فيها يومين،
في مركز صملوط في الكوره بتاعته هناك. قعدنا يومين، في اول يوم خلصنا 450 حاله وتاني يوم خلصنا 704 حاله. التخصصات الموجوده في كل قافله ثابته؟ اه، احنا اقل حاجه بتبقى 8 تخصصات. طبعا الاساسيين معانا الرمد والبطنه والاسنان، وزي ما اتفقنا في اسنان كمان بره معانا النساء. النساء كمان معانا جهاز سونار، والجديد بقى اللي بنعمله دلوقتي ان احنا بنشارك الدوله مثلا في حاجات النساء في الاكتشاف المبكر لاورام الثدي. بنعمل حلقات توعيه لكل السيدات اللي موجودين، بنقسمهم 20 لكل مكان وقت الويتنج تايم بتاعهم، بدل ما بيقعدوا الوقت ده فاضي بنجيب ناس متخصصين في التوعيه للكشف المبكر عن اورام الثدي. بيبداوا يشرحوا للسيدات لو انت شاكه كذا، بتعملوا لهم ماموجرام او كده ولا بنبتدي بقى نحولهم. اه، كل الناس اللي يعني مثلا كان عندنا قافله في كرداسه، في منطقه كرداسه دي، عملنا سكرينج لكل السيدات والبنات، وخدنا كمان سن بدري قوي من 25 سنه. من 25 سنه البنات فيما فوق عملنا لهم كشف شامل على اورام الثدي. مش معقول بتظهر الاورام فيما فوق ال 40 او اواخر الثلاثينات؟ اه، بس احنا دلوقتي بدا نسبه الاورام تنتشر وتزيد جدا، لانها بدات طبعًا تظهر في الصغيرين. طبعا. فاحنا قلنا هنسبق شويه بخطوه وناخد احتياطات بشكل اكتر، فبدانا نعملها كمان من سن 25 سنه. عندنا جهاز سونار، الدكتور النساء او طب الاسره بتكشف على البنت او السيده، بتشك مثلا ان في عندها حاجه، تقول لها انزلي اعملي لي سونار في عياده السونار. احنا بيبقى معانا برده جهاز سونار متنقل، يكشف السونار، لا يقول لها ده تمام ده كويس، لا انا شاكك. نبتدي بقى نعمل تحويلات وتعاقدات مع مستشفيات الاورام، معهد الاورام، مباهيه او المستشفيات خاصه. بنبتدي بقى نوجههم للمستشفيات دي ويبداوا البروسيس بتاعتهم. وبتابعوا معاهم بعد كده؟ اه، بنتابع معاهم، بس اهم حاجه عندي اتاكد ان هم خلاص دخلوا بقوا ادمان في المستشفى. اه، بقيه التخصصات عندنا الف واذن، وعندنا اطفال، وعندنا مسالك، وفي احيانا بناخد شغل الجراحه الصغير خالص اللي هي الحاجات اللي محتاجين فيها تحويلات. الدكتور بيقعد معاهم يشوف هم محتاجين تحويلات ايه او عمليات ايه، وبتدي يعمل لهم التحويلات بتاعتهم للاماكن المناسبه ليهم. ايه الانشطه اللي المؤسسه عايزه تعملها خلال الفتره اللي جايه فيما له علاقه طبعا بالقوافل؟ بالقوافل الطبيه لا، احنا اكتر حاجه بصراحه يعني احنا المشن او هدفنا الكبير الاساسي ان افرح فرح وتفرح. كل ما بنحس ان احنا بنساعد ناس اكتر وبنفرح ناس اكتر، دي حاجه بتفرحنا. فكل ما بنعمل خدمات تفرح اللي حوالينا اكتر ونكتشف امراض اكتر او نسهل على الناس اكتشاف الامراض اكتر، ده بيحسن الخدمه الطبيه في مصر اكتر بكتير. من ضمن الحاجات اللي احنا عاوزين نركز عليها الفتره الجايه ان احنا نحاول نروح لاماكن صعبه اكتر، ننتشر في الاماكن اللي محتاجين اكتر، نروح الصعيد اكتر. يعني احنا ان شاء الله عندنا الفتره الجايه كمان 4 ايام قافله كبيره في المنيا، فده محتاجين ننتشر اكتر في الصعيد. الحاجه الثانيه محتاجين نقفل حنفيه المرض من قبل ما يجي اصلا، التوعيه. بنستغل تجمع اكبر عدد في القوافل، طبعا الناس بيبقى في عدد كبير قوي متجمع، احنا ممكن نوصل لاكتر من 500-600 عيان مجمع. بنستغل الفرصه دي ان احنا نعمل برامج توعيه، بنقدم نوعين من برامج التوعيه، في برامج توعيه طبيه بيقدمها دكاتره اثناء فتره الانتظار، بنقسم العيانين مجموعات صغيره بنقدم لهم التوعيه، بالاضافه الى التوعيه الاسريه وتوعيه في التربيه. طبعا بتبقى توعيه عامه كلها، دي بتساعد الناس جدا جدا وبتفرق معاهم جدا. فدي من اهدافنا الكبيره قوي ان احنا نعلي نسبه الوعي في مصر في الوعي التربيه وفي الوعي الطبي كمان، وان احنا ننتشر بشكل اكتر ونحسس المصريين ان احنا بنقدم لكم خدمه طبيه بكفاءه عاليه مش بس عدد. جزئيه مهمه جدا يا دكتور، ويمكن انا بقف عندها كتير قوي، انه مش دايما ثقافه المصريين في بعض الاماكن لو هي اماكن بسيطه او اماكن نائيه بتسمح انه يبقى متقبلين فكره انه حد يجي واخرج مراتي، خاصه الرجاله طبعا. بتتعاملوا مع الثقافه المنغلقه دي ازاي؟ هي دي فعلا حصلت معانا، يعني انا كنت ما كنتش متخيله دي ممكن تحصل، شفناها في اسيوط. بس دي كانت بيطمنوا جدا جدا، لان هو احنا معانا اطباء سيدات، فاللي كان بيقدم التوعيه سيدات، فدي حاجه مطمنهم. معانا عدد كبير من المنظمين كمان سيدات، فدي حاجه بتطمن اكتر، هو شايف اللي بتنظم وتدخل وكده سيدات، ودكاتره النساء وطب الاسره عندنا سيدات، فدي حاجه بتطمنهم جدا. ويعني انا شخصيا مره في قافله اسيوط قالت لي لا انا خايفه اطلع اكشف والنساء ومش هكشف ومش عارفه ايه، سمعت التوعيه بتاعت الكشف المبكر عن اورام الثدي قالت ايه ده انا بيحصل لي كذا وكذا انا هطلع اكشف. فالتوعيه شجعتها وساعدتها اكتر ان هي تتشجع وتطلع تكشف. وكمان احنا عندنا في مصر حته ان احنا بنقول لبعض، العيان اللي طلع وكشف وحس باطمئنان وامان في الموضوع نزل قال لا ده طلعي ده الدكتوره حلوه قوي، ده بالها طويل، دي بتسمعنا، فده بيدي احساس بالطمانينه اكتر، فبيشجع باقي الناس انها تطلع اكتر. الناس اللي اكتشفت ان عندها امراض وبالصدفه بوجود القافله
عملتوا معاهم ايه؟ هم كان ردود افعالهم على اكتشافهم للمرض كان ايه؟ طبعا هي في بيبقى يعني دي برضو انا شفتها شخصيا في كذا بقى قافله، بالذات في موضوع اكتشاف الاورام المبكر لسرطان الثدي، بيبقى في الاول في حاله صدمه. احنا يعني طبعا ده ازاي، ده انا ما اعرفش، ده انا مش حاسس بحاجه، ده انا مش عارفه او مش حاسه بحاجه، ده انا ما كنتش عارفه مثلا المعلومه دي انه لما يحصل كذا يبقى انا كده اشك في كذا. احنا بنفضل في الاول نطمنها، لا ما تقلقيش طالما احنا عرفنا الموضوع بدري ولسه ما فيش اعراض عنيفه ظهرت عليكي، ما تقلقيش الدنيا هتبقى كويسه جدا. وبنفضل معاها، بنحولها لتيم التحويلات وبنفضل معاها لحد اخر خطوه، لحد ما اطمن ان انت خلاص دخلتي المستشفى وحجزتي. والمستشفى طبعا احنا عندنا نشكر ربنا في مصر المستشفيات في الاورام، في قطاع الاورام كله سواء الحكومي والحاجات زي بهيه وكده، متميزين جدا جدا جدا، ما بيخلوش العين حتى يعمل تحليل، يعني السي بي سي اللي هو ابسط تحليل بره، هما بياخدوا العين من A to Z لحد رحلة الشفاء كلها. رسالة توعية من حضرتك دلوقتي لكل واحدة، واحد وطفل وشاب بيشوفنا النهاردة، انه ياخدوا بالهم من نفسهم ازاي ويبدأوا يهتموا بفكرة الكشف المبكر عن ايا كان المرض ايه او ايا كان العضو اللي المفروض اكشف عليه. ما تستناش خالص، ما تتأخرش على صحتك، واول ما تحس بأي حاجة واي شك في اي حاجة على طول نتوجه ونكشف، واحنا بنحاول نبقى موجودين معاكم في كل الاماكن، في اي حته هنوصل لك حتى لو انت مكانك بعيد. وكمان دلوقتي الحكومه بتوفر اماكن صحيه ومبادره حياه كريمه، بتوفر وحدات صحيه، فهم كمان بيساعدونا كتير في ده، او احنا كلنا كوميونتي واحده بتساعد بعض. ما تستناش على صحتك واي حاجه قلقان شاكك فيها، على طول نروح نكشف عليها. دكتور مارينا نبيل، مسؤوله القوافل الطبيه لمؤسسه مصر بلا مرض، نورتيني. ميرسي، استفدت جدا وحقيقي شكرا على المجهود المبذول من المؤسسه والقوافل، لانه فعلا الناس محتاجه ده جدا. بشكرك جزيلا. ميرسي لحضرتك. بشكركم كمان على المتابعه النهارده. ما تنسوش قبل كل حلقه بيكون في بوست موجود على الفان بيج الخاصه بالبرنامج على الفيسبوك باسم ولوجو البرنامج، واللي موجوده قدامكم حالا على الشاشه، علشان انتوا كمان تسالوا اللي انتوا عايزينه، تستفسروا عن اي معلومه، تقولوا لنا انتوا كمان تجربه حتى لو عشتوها، علشان مش بس هتفيدكم انتوا لكن هتفيد ناس كتير جدا. أشوفكم الحلقة الجاية.